بخير، الله يرحم والدك. الله يعزك. جات على هذا الشارع هذا كما كتشوفوا، يعني بقعة أرضية جات رفينات كتعاود من تما وكتدور لها من تما، وهذه الطريق اللي دخلنا منها. ها هي السيارة واصلة حدا الأرض كما كتشوفوا. السلام عليكم خوتي العزاز، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبتكم واحد بقعة أرضية كتواجد منطقة شجيرات طنجة بالية، المساحة ديالها 150 متر، الأرض ملكية عدلية، عندها جوج ديال الواجهات. الواجهة الأولى على الشارع ديال 12، هذا الشارع ديال 12 هواد من هنا عنده مستقبل رائع، مستقبل مخير. اللي بغى يفوز بهذه الأرض راه فيها الثمن مخير أخوتي. هادي مولاه في اسبانيا عنده الغرض يبيع، حتى شي حاجة ديال الفلوس وبغى يبيع. الأرض ملكية أبا عن جد. ها الشارع ديال 12 هادي الواجهة الأولى، والواجهة الثانية عندها الزنقة ديال 4 متر. ها الزنقة ديال 4 متر هو داخلة في حالة من هنا، ومن هنايا الشارع ديال 12. ها ها الشارع ديال 12 أخوتي الأعزاز، خليكم معايا في الفيديو. هاد الشارع باقي غيزيد يوسع هايدا واحد شويش. هادي منطقة رائعة الهواء نقي، الطبيعة الدنيا غزالة، وصل الضو، الأرض قابلة للتحفيظ إلا بغيتي تحفظ. قلنا 150 متر، مولاها كيقول 165 ألف فرنك، 1650 درهم للمترو. هانا خوتي العزاز، الأرض جات عالية مفجة، منظر بانورامي، عندها الكروكي ديالها، عندها الرجمات ديالها. هادي مولاها كيما قلتكم شراها قديمة، مولاها كيعيش في إسبانيا. اللي بغاها مرحبا خوتي، هادي مولاها من الجالية ديالنا كيعيشو في إسبانيا. ها الكروكي ديالها، الرجمات ديالها من تما، المهم جات مربعة مخير. هاد الواجهة اللي على الشارع ديال 12 عند الواجهة من تما فيها شي 14 متر، والفرش هذا مخير عندها، والفرش هذا اللي عندنا فيها شي عرفتي فيها شي 11 متر. سي غادي تجيك الدار هنايا مخيره، جات عاليه ومفجه مقبله الشمس مخيره، من هنا الشارع ديال 12. هانا خوتي العزيز، ها كما كتعرفوا الارض مع الوقت الثمن ديالها كيتزاد. اللي بغى يفوز بهاد الارض مرحبا والف مرحبا. ها سني شي سكنه، خلي شي جرده مزيونه، مرحبا والف مرحبا خوتي. هانا خوتي العزيز، ها الشارع ديال 12 عاود فحالو من تما، وجات قريبة عاوتاني الشارع ديال 20، قريبة مدرسة الشجيرات، الطلعة ديالها على حومة الواد، ولا بغيتي تطلع على الثانية ديال ملعباط. هانا خوتي العزيز، ما نطولش عليكم فيديو أخوتي. هاهي الأرض جات واطية، في صالة ديالها مزيونة، مخيرة، التربة ديالها صحيحة نبني كما كتشوف. ما نطولش عليكم فيديو، والسلام عليكم.